السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم غادي يكون على واحد الغسول طبي اللي مصنوع من الأعشاب، يعني أعشاب طبيعية، اللي تركيبة ديالو كلها عبارة عن مواد عشبية مكونة من جوج المواد اللي هما الكركم اللي هو الخرقوم والنيم. الكركم او لا الخرقوم راه باين باين شنو هو الخرقوم. الفوائد ديالو عديدة على البشرة، منها انه هو مضاد للبكتيريا، كيعالج الجروح الحروق، وكيحمي من العدوى البكتيرية، مكافح ايضا وكيأخر العلامات ديال تقدم السن بحال التجاعيد، كيقلل من النمو ديال شعر الوجه. الناس اللي عندهم مشكل ديال الشعر في الوجه ديالهم راه الخرقوم زوين، بقاو تدخلوه في الوصفات الطبيعية ديالكم. خرقوم بلدي بطبيعة الحال ماشي الاصطناعي، دخلوه في الوصفات الطبيعية ديالكم، بقاو ديروه كمقشر للبشرة ديال الوجه ديالكم، لأنه كيقلل من هذا المشكل ديال نمو الشعر، كيقلل من نمو الشعر في الوجه وفي البشرة. أيضا من الفوائد ديال الخرقوم أو الكركم أنه كيساعد على التحفيز ديال نمو خلايا جديدة، كيفتح البشرة، كيحيد الخلايا الميتة، وكينقي البشرة مزيان. وبالنسبة لنبتة النيم اللي فيه، اللي ما عارفينش، الناس اللي ما عارفينش شنو هو النيم، النيم هو واحد الشجرة كتواجد بزاف، معروفة بزاف في الهند، عندها استخدامات طبية كثيرة لدرجة أنهم كيعتبروها بحال شي صيدلية متنقلة، وكيخدموها على الشعر، وكيستعملوها حتى للبشرة، وكيستعملوها أيضا حتى يعني الجسم ديالهم، امراض ديال الجسم كلها كيف ما كانت، يعني كتلاقي بزاف ديال الاستعمالات. الاوراق ديالها كتكون خضراء، كتشبه الاوراق ديال النعناع، غير هي الورق ديالها تيكونوا طوال شويه على الورق ديال النعناع، كتعطي واحد الثمر اللي الشكل ديالو بحال ثمر الزيتون، يعني بحال الزيتون اللي تناكلو العادي، الزيتون الاخضر بحال هكاك الثمر ديالها. بالنسبه للفوائد ديالها على البشره، عندك رانا غير الفوائد ديالها على البشرة، هي عندها راه فوائد كتيرة على البشرة والوجه والجسم. انا غنذكر الفوائد ديالها على البشرة، لان هذا الكريم هذا خاص، هذا الغسول هذا خاص بالبشرة. الفوائد ديالها هي انها مضادة للفطريات والبكتيريا ايضا، وفعالة في التخفيف ديال التهيج ديال الجلد والجفاف ديالو والتقشر ديالو، كتعالج ايضا اضطرابات الجلد، وكتمنع التكاثر ديال البكتيريا اللي كتسبب لينا حب الشباب والمكورات العنقودية الجلدية، وهادشي كيخليها انها تكون علاج فعال لحب الشباب والاثار ديالو. كتعتبر ايضا مضادة للالتهابات، كتمنع الاحمرار ديال الجلد، وكتعالج الحكة، ومفيدة للاكزيما، يعني الناس اللي كيعانيوا من المشكل ديال الاكزيما مزيان انهم يغسلوا بهذا الغسول هذا. هذا الغسول هذا غسول هيمالايا، هيمالايا اغبال، اللي هي هيمالايا بالاعشاب، هو صالح لمحاربة الحبوب ومنع علاماتها، هادشي اللي كاتبين فيه. وفعلا هو بالنسبة للبشرة ديالي أنا فعلا كيمنع الحبوب، وكيمنع حتى العلامات ديالها، ولكن أنا بشرتي جافة، وهما كاتبين فيه هو خاص للبشرة الدهنية، البشرة العادية إلى الدهنية هي كاتبينها لتحت. بالنسبة لي أنا بشرة ديالي جافة، وافقني بزاف وعطاني نتائج زوينة، يعني حتى دوك الحبوب اللي تيكونوا في ديك الفترة ديال الدورة الشهرية ما كيمنعهم. المشكل اللي كاين هو أنه هو كاتبين فيه خاص البشرة العادية إلى الدهنية. أختي عندها البشرة، الأخت ديالي أنا عندي عندها البشرة الدهنية، استعملته بحال اللي قلتي، نبت ليها الحبوب، عاد زاد ليها الحبوب، ولكن انا جاني الامر عادي جدا، لانه حتى دوك المنتوجات ديال اللي كيعالجوا حب الشباب، اللي كيكونوا في الكريم اللي كيكونوا في لا فارماسي ديال حب الشباب، كلهم قبل ما يعالجوا لك الحب ديال الشباب كينبتوه لك هو الاول، كيخرجوا لك كاع داك الحب اللي كاين لداخل تحت الجلد ديالك، تحت البشره ديالك، هذوك الدهون، كاع داكشي اللي كاين تحت الجلد كيخرجوه كله دقه واحده. يعني كتشوفي وجهك تتخلعي، تتقولي هذا
كريم خايب هذا هو، هكاك كيخدموا دوك الكريمات، هكاك كيخدموا، كيخرجوا الحبوب هو الاول حتى كيخرجوه كامله، عاد كيبداو كيعالجوا، عاد كيبداو كينشفوا الحبوب كامله، كينشفوه شوي بشوي بشوي. يعني الا كنتي كتستعملي شي كريم ديال حب الشباب وبان لك الحبوب بدا تيخرج، ما تحبسيش ديك الساعه، حتى دوزي على الاقل 4 اشهر، تكوني متبعه داك الكريم 4 اشهر، عاد تقدري تقولي انه هذا راه كريم خايب، حيت هما هكا كيخدموا دوك الكريمات، كيخرج لك الحبوب كله، عاد كيبدا كيعالجو تدريجيا، عاد كيبدا كينشفو. دونك هو بالنسبه للبشره العاديه كاتبين، بالنسبه صالح للبشره العاديه والدهنيه، الناس اللي عندهم بشره عاديه راه غادي، بشره دهنيه راه غادي يوقع عليكم هذا المشكل 100%، لان الاخت ديالي وقع عليها عندها بشرة دهنية أيضا، غالبا غادي يزيد ينبت ليكم الحبوب، عاد غادي يبدا كينشفهم شوي بشوي. الناس اللي عندهم بشرة جافة 100%، يعني بحال البشرة ديالي أنا، راه غادي يوافقكم مزيان، وما تخافوش من أنه ينشف ليكم البشرة ديالكم. أنا راه ما نشفش ليا الوجه ديالي نهائيا، بالعكس عطاني نتائج رائعة بزاف وزوينة بزاف بزاف. واللي زوين فيه هو انه كريم خالي من الصابون، مفيش صابون، مفيش الرغوة، يعني الكريمات اللي تتكون فيهم الرغوة كيكونوا مرغوين بزاف، فيهم رغوة بزاف راه تيكونوا خايبين، لان هذيك الرغوة كتنشف، عوض ما تدير كتنشف لك البشرة هاللولة، وكتخلي البشرة تولي كاشفة مع المدة، البشرة ديالك كيكون ما كتكونش حيوية وباين فيها داك كتولي بحالة كاشفة. واللي رائع فيه ايضا انا، ومني كديري مني يلا كي كديري البشرة ديالك، الوجه ديالك، كتحسي كيمتصوا الوجه ديالك ديك الساعة، يعني ما كديري بحال الا كديري كتبقاي شي شوية، لانه مني تكوني بتغسلي به ماشي كديري الوجه ديالك وديك الساعة ديري الما ديريك وتشللي، كديري الوجه ديالك وكتماصي مزيان على البشرة ديال الوجه ديالك، وكتسني واحد شي بعض الوقت واحد شوية، عاد كتبداي كتشللي، عاد غتشللي البشرة ديالك. هو ملي كي كديري البشرة ديالك وكتسني، كتلقايه بحال ما درتي والو للوجه ديالك، كتشوفي في المراية كتلقايه ما كاينش، يعني كتلقاي البشرة ديالك امتصات وكله ما بقاش. انا صراحة عجبني بزاف. بالنسبة للصنع ديالو، وراء صنع ديال الامارات العربية المتحدة، يعني ومن نهار كتحليه اون فوا كتستعمليه كيصلح لك غير 6 شهور، واخا باقا لا دات ديالو بعيدة، يعني 6 شهور صافي، واخا يكون مازال عندك فيه خصك تلوحيه. كاتبين فيه لا يسبب حساسية، انا ما دارلي حتى شي حساسية نهائيا، وماشي اول مرة غادي ناخده، ما عمرو دارلي شي حساسية نهائيا، البشرة ديالي جافة غير حساسة. كاتبين فيه غسول نيم لتنقية الوجه هو عبارة عن غسول يومي للوجه، ما عرفتش تبان لكم كتبه ولا لا، هو عبارة عن غسول يومي للوجه خالي من الصابون، ما فيش صابون، مركب خصيصا من عناصر عشبية فعالة 100% من النيم والكركم لمحاربة الحبوب ومنع تشكل العلامات التي تتركها. المكونات الرئيسية النيم، الكركم، الكركم معروف جيدا بخصائصه المقاومة للالتهابات، وهو يخفف الالتهاب لمنع تشكل علامات. النيم عنصر معروف جيدا بخصائصه المقاومة للبكتيريا، وهو يعمل على محاربة البكتيريا المسببة للحبوب. وبالنسبة لهذا الهيمالايا، راه فيه، هو راه فيه جام، يعني فيه بزاف الاشكال، فيه بزاف الانواع، هذا يعني غير بالنسبة للغسول بوحدو في انواع كثيره، يعني في ديال اعشاب اخرين من غير الكركم والنيم، انا اختاريت الكركم والنيم، انا اي حاجه كتكون فيها الخرقوم كتعجبني الخرقوم والقرفه، القرفه الناس اللي عندهم بشره حساسه ما تتليقش ليهم بطبيعه الحال. في ديال البشره الجافه، ولكن انا كنصح اللي عندها بشره جافه تستعمل هذا ديال البشره الدهنيه، من خلال التجربة ديالي بطبيعة الحال، ماشي ما مرة كتبين فيه بشرة عادية وبشرة دهنية فقط.
هذا هما عليا، هذا ما طلبوا مني حتى شي حد، انا درته من راسي. الا بغيتوا انني نهضر لكم على منتوجات الاخرين، الغسول والكريمات الاخرين ديال هيمالايا، كتبوا لي في التعليقات وغادي نهضر عليهم ان شاء الله في شي فيديو كاملين دقه واحده. وهكذا سال الفيديو تاع اليوم، كنتمنى يكون عجبكم. اللي عجبو الفيديو يضغط على جيم ويضغط على زر اشتراك الى مازال ما مشتركش في القناة، وما ينساش يضغط على الجرس باش يتوصل او لا توصلي باي جديد كنحطو في القناة. اللي عندها شي تجربة مع هذا الكريم هيمالايا اعشاب، تكتب التجربة ديالها مع الكريم، وضروري تكتب نوعة البشرة ديالها باش ناس اخرين يستافدوا معاها. واللي عنده شي سؤال او لا شي طلب ديال شي منتوج بغاني نهضر عليه، يكتب لي في التعليقات وغادي ندوزهم كاملين ان شاء الله في فيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.